احط سلندر طبعا. ايه ممكن اصنفرها دي كده موديل من سبوت لايت يعني، مش هو ده اللي هيطلع الضوء ده كده، بعمل له ايه جاست موديلنج تمام. بعد كده مرسومين على الارض هم لو كده شوفوهم هنا ان الكاميرا جايه في الاتجاه ده، ممكن ان انا احطهم في الحيطه اللي تخش الكاميرا دي، الحيطه اللي تخش الكاميرا طبعا. الماتيريال الحلقه بتاعت السبوت تبقى واخد لون ذهبي مثلا، فاضي وتفر اي حاجه، انا هديها لون اصفر كده مؤقتا. ولكن الجسم الاسطوانه اللي جوه ده بياخد ماتيريال مضيء فيري لايت، طب اسمها فيري لايت ايه ماتيريال، هوديها فيري لايت ماتيريال. والاثنين دول ممكن احطهم في الجيم ارفعهم فين في السقف، بس خلي بالكم ما يخشوش جوه كده، يبقى كده السقف هنا اهو ده اخره، فين اخره اهو اخره اهو صح، فهنا ده اخره كده، فيبقوا فين كده. في بس هو لما تفتح الاوبشن ده كده اسهل، عشان كده بعمل ايه، بعمله بحط عليه الماتيريال وبعد كده بديله الاكل بدل ما اقعد اتعب نفسي في ال ما هو ما هو بقى للاسف ال هو لازم يتكلم شويه. انا شايفه ان هي اوفر اول سبوتات. طب قبل ما نعمل لها كده احنا كنا بنشرح في الاي اس تمام؟ احنا قلنا الاي اس هو عباره عن هو سبوت لايت تمام؟ يبقى ليه تارجت، شايفين التارجت ده؟ بتخلوا التارجت ده يبص، يعني شايفين هو كده محطوط هنا، خلي بالك المفروض اخده كده واحطه فين؟ في الجزء ده المخصص. التارجت ده بقى بناخده ونخليه باصص على الحيطة، هو كده باصص لتحت صح؟ زي بالظبط لما بتعملوا ايه؟ بتجيبوا السبوت لايت اللي هو في حلقة كده وبتزقوه كده زقة فيلف في ايه؟ يبص على الحيطة عشان يدي إضاءة جميلة. فدي برضه من الحاجات الحلوه اللي بعملها في الماس كده برضه ايه، بتدي منظر جميل قوي. نص الحيط نص الحيط نص الحيط تقريبا كده. ده اي اس طبعا، عايز اي اس فايل، انا ما عنديش اي اس فايل هنا، ممكن دي ليه عمل ايه النهارده ده؟ عملها ازاي؟ كل دي الصور انا كنت مرمرها عشان ده كرتها في النهارده. حطيتها على الديسك توب، هاخد اول واحد ده اللي هو كده دخل الاي او اس ايه معايا في الاضاءه، هعمل تيست رندر قبل ما كلهم اعمل لهم ماشي.
طبعا عشان المشهد يبقى سريع برضو من ضمن الحاجات الدنيا انت تشيل الشادو بتاع الاي اس بياخد وقت كتير في الريزر ومش اي مسج بس هو كل اللي بيعمله ان هو بيضايقنا بس في الايه كلهم مع بعض ايه؟ فمحلل واحدة مفروض مفروض كله هيقول متأكد من المعلومة دي انت كده؟ بصوا بقى التيم عشان احنا كنا المفروض كلهم ايه؟ مع بعض فدي أول حاجة. تاني حاجة خمسة كل الجروب ده بقى اللعب في حته الباور دي هيفرق معانا كتير جدا ان احنا نبين الاي اس على طول نلعب في الباور كمان على طول الانستنس يعتبر شكل الاضاءه بتاعته لو في 13000 انا هخليها قد كده انا معرفش بقى تتعرض الانستنس ولا اعملهم لا انستنس عشان بص كده كله برضه ايه هنغير مع بعض نرجع تاني هنا بقى لازم نعرف الخطوات الصح في عملية الريندر انتر. أول حاجة بعمل موديلنج مظبوط. ورندر بأي إضاءات حتى إن شاء الله لما أنت هم يشوفوا الموديلنج مفيش فيه حاجة اسمها بجات اللي هو الشبكة متركبة غلط أو حاجة عاملة نقطة وحشة. تاني حاجة بعمل ماتيريال مظبوط. تالت حاجة برندر إضاءات المين اللي هي الأريا لايت المين. ما بحطش سبوتات، ما بحطش شموع. ما بحطش اضاءات ملهاش اي لازمه برندر اللي هي الاضاءات الكبيره الاول واتاكد ان الشاشات مظبوطه ونوع المنتر ري ونوع الفي ري اللي انا مختاره سواء اليديس او فورت فورس او لايت فلاش مظبوطين بعد كده بخش في الخطوه اللي بعد كده ان انا ايه بكرر الاضاءات وبوزعها في المكان بعد كده بحط الاضاءات الفرعيه او الاضاءات المساعده زي السبوتات او زي الاضاءات مثلا الشموع وحاجات دي كانت اخر حاجه في محاضره النهارده احنا كده عايزين منكم براكتس المذاكره حته اللايت المطلوب منكم مشهد ستيريو بالشمس اثناء الغروب واثناء التعامد واثناء الظهر مطلوب منكم مشهد انتريو اللي احنا عملناه ده بالظبط عايز اشوف مشهد كده بالشادوهات دي بالاضاءات دي بالتوزيع الاضاءه بالمنظر مش عايز ماتيريال من بره ولا عايز مودرن من بره انا عايزكم تشتغلوا مودرن جدا مش هتحطوا لي برات كل اي حاجه بس انا عايز بس ايه اديكوا داخل على الموديل شويه اوكي ده اي سؤال يا جماعه